يعني اخد رايك في ماتش النهارده، بتتفق مع كابتن رضا ان الاثنين مدربين النهارده ما نجحوش في المباراه ان هم يديروها بالشكل اللي يمتع الجماهير سواء المصريه او الجزائريه؟ لا بص، خلي بالك، انا كابتن رضا ليه راي وجهه نظره تحترم يا فاروق، لكن انا النهارده وانا قاعد بتفرج على منتخب مصر، لا انت مطمن وليك شكل، وليك شكل واداء في الملعب. النهارده الراجل مغير طريقه لعب محمد صلاح، النهارده بنشوف محمد صلاح بيلعب ناحيه اليمين، لكن الراجل محمد صلاح كان بيلعب فري النهارده، شفنا الروح فين فري في ايه؟ كابتن كان بيلعب النهارده من بدايه المباراه، ما كانش بيلعب ناحيه اليمين، ماشي، حط زيزو على اساس يفضي لزيزو ناحيه اليمين حتى يلعب فتره الضغط. لا النهارده كابتن احنا كنا بنطالب دايما ان زيزو يلعب والراجل يلعب بطريقه هجوميه، النهارده بيلعب باثنين ديفندرين، حتى النني اللي بقاله سنه ما بيلعبش في نادي النهارده كان شكله كويس وبيأدي بشكل كويس، وكان عندنا يعني ايجابيه على الجون اكتر يا فاروق، لكن هو الراجل اضطر في التغيير بتاع عمر كمال عبد الواحد ان هو لازم يضطر ان هو يلعب معه، وهيعمل ايه؟ هيروح مرجع لك بحمدي فتحي، هيفضي نص الملعب يلعبه باك رايت، هو اتصرف صح ان اقرب واحد يخرج هو كان زيزو. ده طبعا ماشي يا كابتن، ما عمل مصطفى كتير جدا في المباراه على فكره، ما بيليه عشان ما حد بيتحرك، بس محمد مصطفى محمد يا كابتن كان ليه دور ان هو كان موقف الاثنين السردباكين. يا عم سيبكوا بقى من الكلام ده لاجل النبي، سيبكوا بس من الكلام بتاع ان موقف ده صلاح لو وقف في الحته دي مش هيوقف الدنيا. كابتن رضا شكل الاثنين بيضغطوا على حلو قوي يا كابتن النهارده الدفاع يا كابتن، يعني لو تبص طريقه ضغط منتخبنا ان كان صلاح ومصطفى محمد واخدين زيزو قلب الدفاع، زيزو وصلاح وزيزو كان بياخد الطرف اليمين والناحيه الثانيه كان تريزيجيه. طب ماشي، زيزو وصلاح وتريزيجيه، واخد بالك؟ يعني زيزو صلاح تريزيجيه صح، انت محافظ على الشكل بتاعك الهجومي، بل بالعكس صلاح في الحته دي افيد من 100 زي ما هو الراجل كان مديله حريه الحركه كابتن، بيخش ما عنده برضه حريه الحركه اللي ينزل ويستلم ويسلم والكلام ده. هي انت النهارده بالمنتخب يا كابتن بالاداء اللي المنتخب عمله، انا يعني سيبك من اي حاجه اللي انت حضرتك بتتكلم عليه، لكن الشكل النهارده يا كابتن انت قاعد ما يطمنش ان انت رايح تاخد بطوله، ازاي ده في تركيز عند اللعيبه لان الجماهير دي مش هتروح معاك هناك في كوت ديفوار. انت شايف الجماهير هي اللي لعبت؟ طبعا يا كابتن الجماهير كانوا عايشين فرحانين مع الماتشين. بص الجمهور كان بيعمل ايه؟ دول بيهتفوا، دول بيهتفوا، دول بيشعللوا، دول بيشعللوا. فرقة الجزائر كان مستحوذه بس بدون خطوره على الجول، لان كان في تالق من الشناوي وفي تنظيم كابتن علي جبر بيلعبوا. علي جبر النهارده اول مره طيب. اول مره بقى علي جبر احس ان علي جبر بيلعبوا في الحته دي محترم. طيب بيأدي يعني بشكل جيد. شايف ان فيتوريا النهارده نجح بادائه والاختبار الصعب انك تكون مطلوب منك، وعايز اقول لك على حاجه، انت يعني انت النهارده المنتخب المصري ادى درس بالماضي وبغروره، كسر غروره النهارده.